من الآيات والسور وسنة سيد البشر، من الوحي الذي يهدي ويهدي أجمل العبر، من الوسطية السمحاء، من إشراقة الفكر تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر، معالم ترسم الدرب وتثري العقل والقلب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في صحبة شيخنا سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو، حياكم الله شيخ محمد. كنا في صحبتكم قد بدأنا الحديث عن فجوات الإلحاد وجوانب الخلل في النظرية الإلحادية في أصلها، بحيث أن يدرك السامع أو المتلقي أن الإلحاد ليس هو تلك النظرية التي يخيل الناس أنها رقي وأنها عقل وأنها كذا وكذا، وأفدتم مشكورين حفظكم الله فيما يتعلق بموضوع الإلحاد والأخلاق، ثم الإلحاد والإنسانية، وكيف أن الإلحاد يهوي بمستوى الإنسان من جهتين، من جهة أنه يجعله بلا إله ولا غاية ولا هدف ولا وسيلة، ومن جهة أيضا أن الفكر الإلحادي نفسه يعتبر الإنسان كأنه حيوان، مجرد حيوان تطور طبيعيا. هناك أيضا من القضايا المرتبطة بالإلحاد ومن فجواته مسألة الصحة النفسية وكثرة الاضطرابات النفسية لدى الملحدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بيّن الله سبحانه وتعالى الفرق بين المؤمن والكافر، فذكر هذا الاضطراب النفسي لدى الكافرين، فضرب مثلا للملحدين بالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، فهو حيران في أرض فلات لا يعرف فيها معلما، ليس له معالم يعتمد عليها، وليس له طريق يسلكها ولا صون ولا اي نعم، فهو يصير كأنه هو الذي يكتشف هذه الممات من جديد، فهو عرضة للهلاك والضياع فيها، ليس له طريق يسلكه وليس له مرشد يدله، فتتشابه في وجهه معالم هذه الفلات فيضيع فيها، كما قال الشاعر: إذا شبه الهادي بها وجه مرشد تشابه في عينيه وجه متيه. في دراسة شيخنا في نشرة سنة 2004 بعنوان الانتماء الديني ومحاولة الانتحار، كانت نسبة الانتحار لدى الملحدين أعلى ما يمكن، ونسبة العدوانية أكثر ما يمكن، ونسبة الغضب والاندفاع أعلى ما يمكن، ونسبة التفكك الاجتماعي أيضا أعلى ما يمكن. صحيح. الغريب أن الملحدين لا يمكن أن يكونوا أسرة ولا أن ينجحوا في أي مشروع دنيوي، لا شركة ولا أسرة، بسبب هذا الاضطراب النفسي، ولا حتى انتماء شيخنا، لأن هو الملحد يرى أن لا انتماء إلى وطن، ولا انتماء إلى أمة، ولا انتماء إلى قومية، ولا انتماء إلى أي شيء، هو يرى أن كل من حوله مغفل وساذج وغارق في الوهم، وأنه خرافي، يشتغل بالخرافة، وتسلط عليه كهنة الدين وكهنة نعم. قبل مدة كنت شاهدت مقطعا في اليوتيوب لشخص ما يحكي قصة خيالية عن أشخاص كانوا في بيوت، وكل مجموعة في بيت وحولهم ثلاثة حراس يمنعونهم من الخروج، ويصورون لهم أن الخارج في مهلكة، وكيف أن بعضهم خرج فاكتشف أن الدنيا ليست كما يقال لهم، وأراد أن ننظر بهذا لوضع المجتمعات المتدينة، وأن المجتمع متدين في غرفة، هناك حارس من الاستبداد، حارس من الدين، وحارس من المال، ويمنع الناس من الخروج، يصور لهم أنهم على حق، وأن كل أصحاب دين في غرفتهم يتصورون أنهم على صواب، وإنما عرف الحق من خرج من هذه الغرف وطلعوا. فالذي يرى المجتمع حوله هكذا كيف ينتمي إليه؟ هذا الآن كالذي كان في مدينة في أمن وأمان ورخاء وتعليم وصحة، فذهب إلى فلات من الأرض وهو يمشي لا يعرف طريقه، فهو ضال في هذه الفلات، بدل القصة التي ذكرها هو. نعم. هنا قصة عجيبة شيخنا، أستأذنكم في روايتها، قصة رجل اسمه إسماعيل أدهم ملحد، الرجل كان أبوه مسلما وأمه
نصرانية، فأبوه يأخذه للمسجد وأمه تأخذه إلى الكنيسة. حفظ القرآن وهو صغير، ولكنه يقول: خرجت ساخطا على القرآن لأنه كلفني جهدا كبيرا، كنت في حاجة إلى صرفه لما هو أحب إلى نفسي. المهم أنه ألحد وكتب رسالة اسمها لماذا أنا ملحد، وقال فيها: أنا ملحد ونفسي ساكنة لهذا الإلحاد ومرتاحة إليه، لا أفترق من هذه الناحية عن المؤمن المتصوف في إيمانه، وهكذا وهكذا. لكن كانت النهاية أنه انتحر. أكيد هو ما قال هذا الكلام إلا عن اضطراب النفسي وعدم واهتزاز وعدم ثقة بما هو عليه، يعني رغم دعواه السكينة انتحر في النهاية. وكتب في أو عثر البوليس في معطفه على كتاب إلى رئيس النيابة يخبره بأنه انتحر لزهده في الحياة وكراهيته لها. حياته لا معنى لها، جحيم في الواقع. نعم جحيم، والجحيم أمامه، والجحيم أمامه، سبحان الله. هذه شيخنا يضع عبارة نفيسة لعلي عزة بيغوفيتش، وهذا الرجل له لطائف رحمة الله عليه. يقول: محاولة الإنسان أن يقيم جنة على الأرض بعيدا عن الدين انتهت إلى إقامة أضخم جحيم في تاريخ البشرية. صحيح، لأنه لا يمكن أن يعيش في الظروف المادية وحدها، وهو معذب القلب ومعذب النفس، وظروف المادية لا تستقيم أيضا ولا تثبت على حال، وقد أشرنا إلى بعض ذلك في قصة صاحب الجنتين. هناك شيخنا فجوة أخرى أيضا متعلقة بالنفي. الإلحاد قائم على النفي، وفي نفس الوقت هو قائم على المذهب المادي، والطريف هنا أن النفي هو في ذاته معنى غير مادي، فأنت تقيم بنيان مادي ونظرية مادية على برهان غير مادي، فيحصل شيء من تراقض في هذا. بعضهم كتب عبارة يقول: للتوضيح، لو كنا أمام فيلم سينمائي فإن أمامنا سيناريو مثبت نشاهده، لكن ماذا عن السيناريوهات المنفية التي مرت بذهن فريق العمل ثم استبعدت؟ هل يمكن للتجربة المادية إثبات ما نفي منها؟ نعم، هي كانت الاحتمالات أن تثبت تلك السيناريوهات جميعا، أو أن يختار منها واحد واختير منها واحد في البقية ما جاز على مثل جاز على مواثي. نعم، الذي اختير هو أمامنا نراه نستطيع أن نثبته، لكن الاحتمالات الكثيرة المنفية لا تستطيع أن تتعقبها، وهذه مشكلة الملحد القائم على النفي. وفضيلتكم علمتمونا قديما أن الإثبات أو الوصف بالنفي لا يتأتى. نعم، لأنك تحتاج أن لو شرحتم هذه المسألة. نعم، بالنسبة لهذه تحصل في كثير من العلوم. نعم، لأن المثبت مقدم على النافي، لأن مع المثبت مزيد علم. نعم، فأنا رأيت شيئا بعيني فلذلك لا أشك فيه وأثبته. نعم، وهذا الذي لم يره ينفي، لكن لديه احتمال، يبقى لديه احتمال أن نفيه قد يكون فيه استثناءات، وأن فيه وجود لما رأيته أنا. صحيح، وفيه وجود لما رأيت أنت، وأنا أعلم أنك يمكن أن ترى ما لم أرى، وأن فيه أشخاص آخرين رأوا ما لم نرى جميعا، فيكون الإثبات واردا على نفيه. فالنفي عبارة عن عدم محض، والإثبات عبارة عن وجود، فهذا الفرق بينهما. ولذلك النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، والأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده. هذا قاعدة أصولية. ومثل ذلك أيضا حتى في النفي في علم الكلام، هل هو علم أم لا؟ هل النفي علم أم لا؟ لأنه هو انطلاق من الأصل فقط. صحيح، فليس علما، فالمثبت هو الذي معه مزيد علم، والملحد نافي في النهاية. نعم، فهو في اللا علم، فهو ما زال في اللا علم، لم يصل إلى العلم. جيد. أيضا هناك مفارقة لطيفة في موضوع الإلحاد شيخنا، وهو قضية الإلحاد والعقل. كل الملحدين يتكلمون بأن الذي قادهم إلى الإلحاد هو العقل والتفكير والخروج من الصندوق وعدم الخضوع لرأي القطيع و إلى آخره، بينما الملحد المادي لا قيمة للعقل عنده، لأنه مجرد مواد كيميائية وهرمونات، ولا يؤمن بالعقل كغريزة وكفكرة. هو لسان عنده مادة، وكل شيء مادة، الحياة كلها مادة، الحياة كلها مادة، فأين العقل؟ أين قيمة العقل؟ لا قيمة للعقل عنده، ولذلك لو سيهون عليه عقله فيقدم على قتل نفسه، على الانتحار، أو لأن هذا العقل لم يؤديه إلى شيء، ما أفاده شيئا. جميل. عندي هنا أيضا مجموعة إحصاءات تبين فجوة الإلحاد والجريمة، وكيف أن الإلحاد هو أكبر مذهب مجرم في التاريخ، بالرغم من أن الملحدين يتهمون المتدينين بأنهم
سبب الصراعات والحروب. حملات التطهير الستالينية عام 36-39 مات فيها من 8 إلى 10 مليون نسمة. ستالين قتل من الشيوعيين البارزين أكثر مما فعلته البرجوازية على امتداد العالم. وافق ستالين الملحد على قائمة هذا من الذين يوافقونه في فكرته ورأيه. اي نعم. فكيف بغيرهم؟ صحيح. هجر الشعوب بكاملها. نعم. عبدهم حتى إنه عند الموت ما كانوا يقرون بموته، كانوا يظنونه يتهامسون هل هو حي أو ميت، الخوف منه بحسبانه إلها. اي نعم. خوف منه. اي نعم. أرعبهم. الأمر الآخر أيضا مشكلة الإلحاد والعلم. الإلحاد يقدم نفسه دائما على أنه نتيجة العلم، وأن العلم حل محل الدين، وأن العلم قتل الدين، بينما تجد أن الممارسات الملحدين مع العلم فيها كثير من التزييف والمخادعة. الإلحاد ضد العلم كما ذكرنا بالكلية، لأنه هو مرحلة سابقة للعلم، ما زال لم يصل إلى أي علم، ولذلك لابد أن يكون عدوا للعلم. وهذا يشمل علم الدين وعلم الدنيا وكل العلوم. فالملحد كيف يؤمن بالتنظيم الكون وبقوانينه الثابتة وهو أصلا لا يرى انتظام شيء، سيما إذا نفى السببية. إيه نعم، إذا نفى السببية كيف يؤمن بالعلاجات والأدوية وهو ينفي السببية؟ كيف يؤمن بالقياسات الفيزيائية وهو ينفي السببية؟ كيف يؤمن بالتيارات ومنها التيار المجلفن، التيار الكهرباء، وهو ينفي السببية؟ فلا قياسات هندسية ولا قياسات الفيزيائية ولا حتى التجارب والتفاعلات الكيميائية ينفيها بالكلية. ولذلك هو فقط في منطقة العلوم البحتة يمكن أن يتصور شيئا منها، لكن إذا أتينا إلى العلوم التطبيقية سينكرها جميعا. وحتى في هذه شيخنا، حان إذا تمادى الإنسان في الإلحاد واضطرد في التزام لوازمه ينتهي إلى السفسطة المطلقة، وقد هو سيكذب نفسه فسيتشكك في كل شيء. صحيح. يتشكك، هل أنا جائع؟ هل أنا ظمآن؟ صحيح. هل أنا صائم؟ هل أنا مفطر؟ يعني فيتشككوا في كل شيء كالموسوس أو المجنون. سمعت أخانا الأستاذ عبد الله العجيري، وهو الحقيقة من المعنيين بملف الإلحاد وله فيه جهود طيبة، جزاه الله خيرا، أنه حاور مجموعة من الشباب الملحدين، يقول فبلغ بهم الأمر حد السفسطة العجيبة، فكان يقول له مثلا هذه برتقالة قسمتها 4 أقسام، فما رأيكم في ربعها؟ أهو أكبر من مجموعها أم أصغر؟ قالوا ما نعرف حتى نرى. قال لهم عندي في البيت كتاب من 30، هم كاذبون في ذلك. كتاب من 30 مجلدا، فهل الأول منها في الوزن أثقل من مجموعها أو أخف؟ قالوا لا نعرف حتى نذهب ونحمل الواحد ونحمل المجموع ونعرف بالحس أيها. فالفكرة هنا أنه إذا كان الإلحاد يصل بالإنسان إلى هذا الحد من امتهان العقل وامتهان العلم والمعرفة، كيف يدعى بعد ذلك أن الإلحاد نتيجة العلم؟ لا يمكن دعاوى ذلك الذي يدعي، هو مدعى للأسف، هذا في غاية البعد، سبحان الله، عجيب. طيب شيخنا، قبل أن أفضي يعني بكم إلى آخر ما أريد أن أتحدث عنه، فقط أريد أن ألخص ما استفدناه منكم طوال هذه الحلقات في موضوع الإلحاد. كان الحرص على أولا نعرف ما هو الإلحاد ونحدد له إطار معين، ثم نتبين البراهين العقلية على وجود الله عز وجل وقد استعرضناها ورددنا على شغب الملحدين عليها، ثم بعد ذلك ما يقدمه الملحدون من ما يتصورونه أدلة على إنكار وجود الله، وذكرنا استدلالات وناقشناها، ثم انتقلنا إلى نقطة مهمة وهي بيان مدى المشكلات التي تعاني منها النظرية الإلحادية، وأنها تقود إلى امتهان العقل وامتهان العلم وامتهان الإنسانية وامتهان الأخلاق، وأن مشكلاتها أكثر بكثير مما يظنه أصحابها. حتى قال بعضهم عبارة جيدة، قال الملحد أحيانا يظن أن إنكاره وجود الله هو آخر سلسلة إنكاراته، ولا يدري أنها ستصبح أول السلسلة، لأنه سيقتضي ذلك أن ينكر الغريزة ثم ينكر القواعد العقلية ثم ينكر وهكذا إلى ما لا نهاية. هي نفس الشيء بالنسبة للفكر الإلحادي، هو مثل الإدمان على المخدرات. شيء لطيف. فالمدمن في البداية يظن أنه سيجد راحة، ينتشي، وهذه النشوة يظن أنها ستستمر، ولكن تلك النشوة مؤقتة، ويحتاج بعدها إلى البحث عن نفس المادة التي وصلته إلى تلك النشوة بأي وسيلة، حتى لو كانت بقتل أبيه أو
التخلص من كل ماله ومما عنده. جميل. ومن هنا يتخلص من كل شيء. طيب شيخنا، أنا أريد أن أتحدث في آخر حديثنا عن خطوات العلاج، وأود أن أذكر بعض الأفكار ثم بعد ذلك سأترك لفضيلتكم المجال للحديث في هذه النقطة. أولا، ما تصوركم للجهود المبذولة حاليا في مكافحة موجة الإلحاد؟ هل هي قامت بما ينبغي؟ هل هي دون ذلك؟ هل هناك ما ينبغي أن يزاد؟ لا شك أن المجال ما زال محتاجا فيه إلى زيادة، وبالأخص العناية من الجامعات والمجامع العلمية والتربوية، فما زالت الجهود إلى الآن المبذولة ضد الإلحاد جهود فردية غالبا. ومؤسسية نوعا ما. إيه نعم، لكن أفراد هم الذين يفكرون في مثل هذا النوع. نعم. سأسأل عن بعض الأفكار المقترحة في العلاج، هل تؤيدونها أو لا؟ تطوير علم الكلام بما يناسب الواقع وتقديمه على مستوى أوسع في الدراسة، هل يمكن أن يكون علاجا أو من وجوه العلاج؟ يمكن أن يكون علاجا، لكن المهم فيه قدر ما يدفع الشبهة. نعم. قدر ما يدفع الشبهات من العلوم العقلية، ليس علم الكلام وحده. حتى من الفلسفة والجدل وغيرها. يعني أن تستخلص القوانين الضابطة للتفكير. نعم. النظر المنطقي. نعم. وتقدم سواء كان ذلك من المنطق الأرسطي أو من المنطق الرياضي وأيضا الوضعي. نعم. نفس الشيء في علم الكلام والجدل، الجدل العقدي والجدل الفقهي، ونفس الشيء بالنسبة للفلسفة مجالات الفكرية عموما. ولا يدخل هذا في النهي عن علم الكلام وغيره من المعروف؟ لا، علم الكلام المنهي عنه معروف، هو ما يؤدي إلى هو هذا الإلحاد ونحوه، هذا هو الكلام المذموم وغيره، ما كان منه إثباتا وردا على الشبهات محمود وفريضة كفائية. فكرة التفرقة بين الوسواس والشبهة، يعني بين ما يعتمد في نفس الإنسان ويستحق المناقشة وما هو شبهات تلقى يجب أن تقمع وتكبت، هذا بحسب حال الإنسان، لأن الإنسان قد يكون مجنونا وقد يكون موسوسا تسلطت عليه الشياطين أو أصيب بمس أو نحو ذلك. وهذا علاجه في الرقية لا في الجدال، لو جلست تجادله ما نفعه الجدال، لكن لو رقيته أو عالجته علاجا آخر لا ينتفع به. نعم. بعض الناس يطرح شيخنا فكرة ما يسميه تكوين الفقيه الفيلسوف في مقابل الفقيه النصي الآن أو الفقيه النظري، ويرى أن هذا الآن هو السبيل الوحيد لصد موجة الإلحاد القادمة. هذا ليس الفقيه، بل المقصود به المفكر، المفكر الذي يطلع على هذه الشبهات ويستطيع ردها. لكن رجل الدين أولى أن يكون هو المتصدر. هو نحن عندنا في الإسلام ما في رجل الدين، كل وذا قلنا الفقيه. لذلك قلنا الفقيه. فقيه إذن مفهوم الشيعة، مفهوم ولاية الفقيه. المهم المهم المتخصص في الفقه الذي يفتي الناس في جزئياتهم، ينبغي أن يكون مدركا لواقعهم وما هم عليه في حياتهم، لكن الذي يتصدى لرد الشبهات لا بد أن يكون على مستوى من الفكر وعلى مستوى من الفهم لهذه الشبهات أولا، محيطا بها، ثم لوسائل ردها. لكن عامة المؤسسات العلمية الآن لا تولي هذا الموضوع أي عناية. نعم. مثلا عندك أقسام العقيدة. نعم. وأقسام الفكر اللي تناقش الجهمية إلى اليوم. نعم. ما قدمت ما يكفي لهذه المشكلة، ولم تعتني بها. المجامع الفقهية بحكم مشاركتكم فيها ما اعتنت بهذا ولا اشتغلت به. لا. تفسير عدم العناية شيخنا. إما لعدم الاطلاع السابق على انتشار هذه وكونها ظاهرة بين الشباب المسلم، وإما لعدم الدخول في وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، عدم الاطلاع على ما ينشر. هي قطيعة بين العلماء مثلا وواقع الناس؟ ليست الناس. قطيعة، أنا ما أصنفها على أنها قطيعة، لكن انشغال بأمور أخرى. طيب، هناك فكرة أيضا مطروحة شيخنا في طريق العلاج، وهي الاستفادة من الخطاب المسيحي في نقد الإلحاد. هناك جهد نصراني مسيحي لا بأس به في مواجهة المدارس الإلحادية. هذا الجهد ما أظنه يسمن ولا يغني من جوع، لأن النصارى في الأصل ليسوا منطلقين من علم. اليهود هم الذين انطلقوا من علم، والنصارى انطلقوا من جهل. فلذلك كان النصارى مذهبهم مبناه على العمل، واليهود مذهبهم مبناه على العلم. فاليهود
ضلوا على أساس، أقصد غضب عليهم على أساس العلم، والنصارى ضلوا على أساس جهل. نعم. لكن شيخنا مع ذلك الذي يتتبع جدل الإلحاد اليوم المعاصر يجد قدر غير قليل من المناظرات مع رجال الدين المسيحيين ومن كتب رجال الدين المسيحيين، وفيها قدر غير قليل من إحراج الملحدين بالذات في القضايا المتعلقة بأصل وجود الله التي هي قاسم مشترك بين أصحاب الأديان، دون النقاط التي فيها ضعف الدين النصراني كالتثليث وكذا. فما المانع أن ينظر في هذه هذه الأمور المشتركة عقليا؟ لا مانع فيها، لأن نحن حتى عندنا المنطق لا مانع لدينا من ترجمة منطق اليونان وغيره من الحضارات، هذا ما في مانع. لكن أنا أقصد أن لا يعول على هذا، لأنه سيصل بهم إلى مستوى يقولوا طيب أنا أثبت الإله، لكن ما الفرق؟ أنتم ترون أنه ثلاثة وأنا أرى. نعم. إذا عاد وصلنا نقطة الافتراق افترقنا، لأن بعض المؤسسات الدعوية في الغرب تطرح فكرة التحالف العلني مع القساوسة ورجال الدين في موجة الإلحاد خصوصا، باعتبار أنه هم مشترك وعدو مشترك. لا مانع من التنسيق في الجهود في مثل هذا النوع، مثل التنسيق في العالم ضد الأوبئة وضد الأمراض، ومثل التنسيق ضد أي تهديد يهدد الجميع إذا حصل ذلك، لكن هذا يحتاج إلى أيضا تدخل سياسي. صحيح. فكرة الاحتواء شيخنا، احتواء هؤلاء الشباب الملحدين أو المتشككين والتعامل معهم بلطف وعدم القطيعة معهم وعدم التحذير منهم ونحو ذلك، هل تراه أسلوبا من أساليب العلاج؟ هذا يختلف باختلاف الناس. فالذي ظهر شره وضرره وأصبح يجادل ويدخل الناس في نحلته ويفسد عقائدهم ويشككهم، هذا لا، الاحتواء ليس بهذه الطريقة، هذا لا بد أن يكف شره عن الناس ويمنع من ويحذر منه وكذا. اي نعم. والذي هو او يرد عليه علنا ويحرج. اي نعم. وايضا حتى الدولة ينبغي ان تتدخل في مثل هذا النوع، الذي لديه الشكوك وهم تدخل الدولة يفسر على انه عجز عن النقاش لا يفسر عن ذلك. انا هذا شخص مفسد في الارض مثل مروج المخدرات، ما الفرق بين مروج هذه الافكار ومروج المخدرات؟ مروج المخدرات ما تناقشه كيف؟ ليس صاحب فكرة، ليس تقول له هذا سيفسد عقلك ويفسد تفكيرك. هو يعرف هذا؟ نعم هو يعرف هذا. إيه، لماذا إذن تتبعه؟ معناه اتباع الهوى، أنت ضعفت أمام هواك. يمكن أن نناقشه وأقنعه علميا، لكن لا ينفع ذلك في قطع ضرره ما دام هو مروجا ومتربحا ويريد من ورائها أرباح مادية. وهو أنا لا أستطيع أن أنكر له أن هذا الهيروين قيمته كذا، وأنك يمكن أن وأنه يغدني منه. إيه نعم. فكذلك هذا صاحب الترويج لهذا الفكر المنحل لا بد أن يمنع من الوصول إلى إذاعته بين الناس. وبالنسبة لغيره؟ بالنسبة لغيره نعم، لا بد من المجادلة بالتي هي أحسن، والاحتواء وعدم الغلظة والشدة. طيب الاحتواء ما يتعارض؟ كدعوة لكل مدعو، قولها له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. ما يتعارض شيخنا هذا الاحتواء مع الحب في الله والبغض في الله؟ يعني كنا احنا نقول العاصي قد يهجر ويعزر، وهذا ملحد كافر، احتويه وطبطب على رأيه. هو مثل الذي لم يفهم الدين وانت ترجو هدايته اليه، هذا مرتد يعني أسوأ من الذي لا. لكن هو قد يكون مرتدا، وقد يكون اصلا لم يؤمن من البداية. وعلى افتراض ارتداده ما يقتضي هذا؟ افتراض ارتداده انا ما عندي سلطة لمحاكمته. أبلغ عنه هو ما عندي سلطة لمحاكمته، فأذهب به أولا لهدايته، وأنا من المطلوب مهمتي دعوة وليس القضاء. فلذلك لا بد أن أناقشه وأجادله وأقنعه، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا إذا وجدت سبيلا إلى قلبه بحسن الخلق نعم، حسن التعامل معه، فهذا هو الأولى. نعم. طيب شيخنا أستاذنكم في فاصل وأعود إليكم. فاصل أيها المتابعون والمتابعات، ونعود إليكم إن شاء الله. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات في مواصلة حديثنا. شيخنا الكريم، ما زلنا في البحث في خطوات العلاج وطرائقه، وأود أن أسألكم عن رأيكم عن سد الفجوة بين الدعاة وعموم الشباب. كنا تكلمنا من قبل عن الفقهاء والعلماء، لكن نتكلم الآن عن عموم الجيل الدعوي وطبيعة علاقتهم بالشباب، وماذا دور تجسير هذه العلاقة في حل أو تخفيف مشكلة الإلحاد؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. من المهم أن يكون المشتغل بالدعوة مخالطا للناس، ممازجا لهم، عارفا لما هم فيه،
وهذا مقتضي للنزول إلى مجامع الشباب وصحبتهم والاطلاع على مستوى تفكيرهم وما هم فيه والعناية بهم، فهم الجيل الصاعد وهم مستقبل الأمة، والاستثمار فيهم مفيد للأمة، وإهمالهم يثير مثل هذا النوع من الظواهر التي هي خطرة. هناك شيخنا نقطة مهمة أخرتها لأهميتها وأسرع الصحب في المسير الجهام، وكما قال أبو تمام لما قال هرقل لأبي سفيان: كذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. أحيانا نفكر وأقول أنه من أسباب عجلة الإنسان في الإلحاد أنه ماذا قطع من الإيمان، فبالتالي لا يشعر هو أنه خسر أو سيخسر شيئا كان يجد له حلاوة، ولو كان قد وجدها بغض النظر عن مستواه العقلي وعن تفكيراته وعن الصراع الذهني كان يمكن أن نقول أنه من الصعب جدا أن ندع هذا. إلى أي مدى يمكن يكون تعزيز الخطاب الإيماني يعني وسيلة من وسائل الحد من مشكلة؟ هو وسيلة من وسائل العلاج أصلا ولا بد منها، هذا العلاج يشمل بالإضافة إلى العلاج النفسي الذي يقوم به الأطباء النفسانيون علاج إيماني تربوي، علاج علمي نظري بالمناقشة والمجادلة، علاج كذلك بالإرشاد والنصيحة، ثم كما ذكرت تذوق طعم الإيمان بالعبادة، وحتى يكون الإنسان يعلم أن هذا الإيمان شيء مهم ويحرص عليه ويخاف على ضياعه. فمن لم يدرك قيمة الإيمان، من لم يذق حلاوة الإيمان لا يدرك قيمته وسيزهد فيه، لكن إذا ذاق حلاوة الإيمان لا يمكن أن يتركه ولا أن يتخلص منه ولا أن يزهد فيه أبدا حين تخالط بشاشته القلوب. شيخنا لو يعني أردنا أن نتكلم عن نمط التربية الإيمانية التي تقترحونها والتي يمكن أن تكون عاصما من الناحية القلبية على الأقل من هذه الموجة العارمة من الإلحاد، هو من المفروض أن يكون هناك قسمان من التربية، قسم وقائي وقسم علاجي. فالقسم العلاجي هو الذي كنا نتحدث فيه بالنسبة للمصاب والمبتلى بهذه الموجة الإلحادية ومن وقع فيها، ثم بعد ذلك لا بد أن ينزل إلى المدارس وكل المؤسسات وقاية، وهذه الوقاية تقتضي الخروج بالناس من أن يكونوا من مسلمة الدار إلى أن يكونوا من مسلمة الاختيار. بمعنى أن كثيرا من الشباب أسلموا بين أبوين ولدوا بين أبوين مسلمين تقليدي وعاشوا في الدار الإسلامية، ولذلك لم يفكروا أصلا في هذا المجال، فإيمانهم مهزوز، بينما مسلمة الاختيار هم الذين أسلموا عن اختيار وقرار اتخذوه وأسلموا أنفسهم لله كما قال إبراهيم عليه السلام. فأولئك الذين انطلقوا من قناعة واتخذوا القرار من تلقاء أنفسهم بقناعة تامة هم الذين يمكن أن يصمدوا ويثبتوا. ولهذا يمكن أن يوضع برنامج وقائي كما ذكرنا في المدارس حتى الابتدائية من هاي يبدأ. ولذلك ذكر الشيخ أحمد زروق رحمة الله عليه عن جدته التي ربته تجربة عجيبة في هذا المجال، هو تربى يتيما وماتت أمه عند مولده، أيضا مات أبوه وهو حمل وماتت أمه عند ميلاده، فأخذته أمه به وربته، لكن كانت تربيتها له عجيبة، كانت تسعى لحبه لله وتعلقه به بمختلف الوسائل. وذكر أساليب عجيبة من ذلك، تقول له: نحن فقراء وما لنا إلا ربنا، وتعالى نتقرب إليه لنتعرف إليه في الرخاء ليعرفنا في الشدة، فنحن كل الوقت يمكن أن تعرض لنا شدة وبأساء وما عندنا فيها ملجأ إلا الله، فتعالى بنا نتقرب إليه الآن ما دمنا في رخاء وصحة فنتعرف إليه في الرخاء ليعرفنا في الشدة. هذا وهو صغير. فلذلك أحب قيام الليل وأحب الذكر وأحب القرآن حبا شديدا، وكان يجد فيه كل ما يجده الأطفال في اللعب والراحة والركون إلى الملاهي، فكان هو
محبا لهذا القرآن، محبا للذكر، محبا للعبادة حبا شديدا. ثم بعد ذلك كانت تقول إذا احتاج إلى شيء، احتاج إلى ملابس، تسعى هي لتحصيلها وتضع تخفيها عنه زاوية من البيت، وتقول تعالى بنا ندعو الله لعله يسخر لنا هذا المطلوب الذي تريده، فيجتهد معها في الدعاء والبكاء والضراعة إلى الله، ثم تقول تعالى نبحث لعل الله أرسل إلينا حاجتنا، وتخرج له الملابس وهكذا. فتربى محبا لله سبحانه وتعالى، وبهذا رسخ الدين في قلبه. فالدين يتعشق، فالعشق يجلبه الإنسان إلى نفسه، لطيف هذا، فيتعشقه. وأنا أقول دائما أن التربية هي عبارة عن عملية نسخ، فنحن عندنا الهاتف نسجل فيه معلومات على ذاكرة الجهاز وعلى ذاكرة الشريحة، وإذا ضربنا الخيارات سنجد خيار النسخ، فنسخ بعض المعلومات اللي هنا على هذه، وهذا النسخ هو الحاصل بين ذاكرة العقل وذاكرة العاطفة والقلب، بين العقل والقلب. نعم. فلو سألت أي أحد من الناس في الشارع ما حكم الكذب، لقال حرام ويكذب. ما حكم الغيبة، قال حرام وهو يخالف. لكن إذا نسخت هذا الذي يختزنه عقله في ذاكرته إلى موضع الكراهة من عاطفته، فالكذب وضعته في مكان الكراهة، والغيبة وضعتها في مكان الكراهة، والصلاة وضعتها في مكان المحبة، والطهارة وضعتها في مكان المحبة، والصوم وضعته في مكان المحبة، والصدق وضعته في مكان المحبة، فيكون يحب هذه حبا شديدا ويكره هذه كراهة شديدة، فيتعود على كراهتها، مثل ما نعود الأطفال الآن على كراهة بعض ما هو فيه مخاطر عليهم. الآن الطفل الصغير الذي لا يفهم تعوده على الابتعاد عن مفاتيح الكهرباء، لأنك تخاف عليه أن يمس التيار الكهربائي فيموت، وتعوده على هذا فيكون هو يكره الاقتراب من هذه، يكره مسها. لو أن الكهرباء لسعته مرة واحدة لكان هو يخاف للتعظ. نعم، التعظ. فكما نكره الحياة والعقارب والسموم، ونكره الروائح الكريهة كراهة شديدة بالفطرة والطبع، فكذلك نجعل معاصي الله ومحارمه في هذا الموضع من عاطفتنا، فتكون مكروهة لدينا كراهة شديدة. لو كان الإنسان ينام في غرفة وهو يعلم أن فيها عقرب ولا يدري متى ترسعه، هل سيستريح ويكون نومه هادئا؟ سيحتاط. وكذلك لو علم أن فيها حية أكبر من ذلك، لن يبقى في الغرفة أصلا. وكذلك لو علم أن فيها أسدا أو نمرا كاسرا أشد، لو فيها رائحة كريهة جدا لا يتحمل الإنسان الاستقرار في الغرفة خرج. فكذلك هذه المحارم يجعلها الإنسان على هذا المستوى المتدرج، منها كبائر الإثم والفواحش ومنها اللمم، هذا هو التقسيم الثلاثي في سورة النجم، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. فيتربى الإنسان على هذا التدرج. ثم بعد ذلك أيضا لا بد من الإدراك أن الإيمان كما ذكرنا ليس قناعة عقلية، وإنما هو روح ونور من أمر الله في القلوب ينورها، فنحتاج إلى عبادة لله وذكر له لينور هذا القلوب. فالملحد لو التزم أذكارا وحافظ عليها، والتزم وردا من القرآن، والتزم وردا من قيام الليل، حتى وهو ملحد الآن سيزول عنه الإلحاد بالكلية، وسيحب الله حبا شديدا، وسيعرف الله من خلال العبادة فقط. وأعرف أن بعض المشاهدين بلا جدل ولا كثير نقاش، نعم، ولا أعرف أن بعض المجادلين قد يستنكر هذا ويقول هو أصلا ملحد ولا يغني عنه ذلك من الله شيئا، لكن الجواب أنه لو فعل لا آمن. سبحان الله. نعم. مصداقا إذا أذنتم لي أذكر شيئا رأيته بعيني في برنامج تلفزيوني، كان فيه حوار بين ملحد وأحد المشايخ،
جدل طويل ما خرجوا منه بشيء. فقال الشيخ في نهاية الحلقة: أنا فقط ولد الصغير بجواري، أريدكم أن تأذنوا لي أن يقرأ بعض الآيات يبارك بها المجلس وكذا. وكان له ابن صوته ندي، فقرأ من قوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون نحو صفحتين أو صفحتين. ففي منتصف التلاوة بدأ الملحد يبكي بكاء شديدا، وبكى وبكى وبكى، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. صحيح أنه أثر فيه القرآن. نعم. وهذا القرآن يؤثر حتى في البهائم، وهو الشفاء لهذا المرض. فهو مصاب بمرض في عقله ولوثة، والقرآن يقول الله فيه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ويقول: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فلذلك من علاجه أيضا الرقية، من علاج الإلحاد الرقية، وأن يقرأ القرآن على الملحدين بقصد شفائهم وعلاجهم. ومنه الدعاء حتى لو تأبوا عن ال... إيه نعم، حتى لو تأبوا. ومنه الدعاء لهم بأن يهديهم الله، وتعرف تأثيره. فبنو ثقيف لما حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف شهرا وخمسة عشر يوما فلم يؤمنوا، قيل له: ادعو على ثقيف. قال: اللهم اهدي ثقيفا واتني بهم مسلمين. فخرج إلى المدينة فما وصلها حتى جاء وفد ثقيف وأسلموا جميعا. وأبو هريرة جاء يشكو كفر أمه، فدعا لها فذهب يشتد عدوان إليها فوجدها تغتسل، منعته من الدخول تغتسل رضي الله عنه. وهكذا. ثم بعد ذلك أيضا عرض للدين بأسلوب محبب. فحسين والد عمران بن الحسين رضي الله عنه رضي الله عنهما كان مشركا، وكان يتأبى على الإسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا حسين أسلم وأعلمك كلمات ينفعك الله بهن. انظر إلى اللطافة في العرض. فقال: في يوم من الأيام لا بد أن أعرف الكلمات التي ينفعني الله بها. فجاء فقال: الآن أسلم، فعلمني الكلمات. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. انظر إلى هاتين الجملتين: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. لو قال ذلك الملحد فاستجاب الله له سيزول عنه الإلحاد بالكلية. كذلك لا بد أن ندرك أن الملحد ما ألحد إلا بتسليط الشياطين عليه، والشيطان إنما يسلط على اللسان إذا عشى عن ذكر الله، لأن الله قال: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فمن كان له خبيئة من الذكر سينصرف عنه هذا الشيطان. وكذلك لا بد من الفصل بينه وبين إخوان السوء وجلسائه، فمحاولة فصله عن جلسائه هم يغونه ويغرونه بما هو فيه، وقد قطع معهم مشوارا وأعجبهم الوضع، فإذا انفصل عنهم ربما تغير وتاب. ووضع البرامج النافعة المتدرجة لهذا النوع من الشباب أظن أنه الآن هذا وقته. البرامج من أي نوع؟ البرامج التربوية التي تشمل ما ذكرنا من الذكر والقرآن ومن الرقية ومن العبادات ومن صحبة الصالحين. على جهة الوقاية أو العلاج؟ على جهة العلاج. الوقاية ذكرنا، برنامج تربوي يبدأ من الابتدائي. نعم. فهذا الذي يعالجهم بإذن الله ويزيل عنهم هذه اللوثة، بالإضافة إلى نشر المناقشات النافعة في الوسائط المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي، لأن هذه سريعة الانتشار بين الشباب والشابات. صحيح. فإذا سمعوا النقاش ورأوا كثير من المناظرات السهلة التي الجواب فيها سريع ليس مع طول التوقيت، يكون الإنسان يقال له: هل لك روح؟ وينكر وجود الله، يقول: لأني ما رأيته. وقال: أنت لك روح وليست لك روح، لك عقل وليس لك عقل. سيقول: نعم لي عقل. هل رأيته؟ لا ما رأيته. كيف تثبت؟ رأينا الدماغ في الأشعة. لا، ما رأيت دماغ نفسك. أينا. والدماغ لا يثبت العقل. نحن نريد نتكلم عن شيء معنوي وليس شيء حسي. القوة الغرزية. إيه نعم. أنت تؤمن بأن لك عقلا ولذلك تفكر الآن. صحيح. فهذا العقل هل تعرفه؟ هل رأيته؟ هل تعرف صفاته؟ إنما رؤية آثاره. ما تستطيع ذلك.
فكيف لا تؤمن بالله إذن؟ ونفس الشيء الروح، روحك وهي أقرب شيء إليك، هل تستطيع أن تصفها لي؟ لا توصف. هل هي طويلة أو قصيرة، جميلة أو قبيحة، بيضاء أو سوداء، هل روحك ذكر أو أنثى؟ هذه لا تستطيع أن تفكر فيها أصلا، ولم تفكر فيها. صحيح. فلذلك لا تفكر في ما لا يصل العقل إلى التفكير فيه من صفات الرب جل جلاله. وهذا النوع من الأجوبة السريعة مؤثرة جدا وتقطع حاجة. ذكر الأجوبة قبل أن نتم شيخنا، بعض الشباب الجيدين وطلبة العلم الجيدين يكره الدخول في ملف الإلحاد ومناقشاته لأحد سببين، إما خشية أن يتأثر هو أو تشكل عليه الشبه فيتورط وكذا، وإما لأنه لا يصبر على ما يقرأ ويسمع في حق الله سبحانه وتعالى فيقول لا أترك هذا الملف يكفيه. فهل مثل هذا الانصراف مبرر؟ نعم بالنسبة بالنسبة لمن لا يستطيع رد الشبهات أو يخاف على نفسه يحرم عليه سماعه. هو يغلب على ظنك أنه صاحب كفاءة، ولكن هو أدرى بنفسه، قد يكون لديه عجز وضعف عن المناظرة لوجه من الوجوه، إما أمر خلقي عجلة، وإما أمر في التركيز. نعم هذا يحصل، ولا يضغط عليه مع وجود الحاجة الآن وكذا. لا يضغط عليه لأنه يخاف على نفسه واحتاط لنفسه. جيد. إذا نكمل، كنتم تتكلمون عن البرنامج التربوي وذكرتم. نعم ذكرت أن الترسيخ هذه القيم يقتضي ثباتا، ومنها التعوذ، أذكار الصباح والمساء تجنب الإنسان كثيرا من الفتن، ومثل ذلك برنامج من الصدقة والتصدق عنه أيضا. في الصدقة علاج، حتى هذا الملحد يتصدق عنه. يتصدق عنه، الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء والنار، والخطيئة أعظمها الشرك بالكفر بالله. جيد. وكذلك أيضا ما يتعلق بإتيانه إلى المساجد وإدخاله لذهابه للحرم، فهو علاج واقعي. كثير من الناس يقول لك هذا كافر لا تدخله الحرم، وأنت ترجو إيمانه به مجرد دخوله فلا بأس وتيانه. نعم، فهذا من علاجه، وبالأخص في هذا الشهر الفضيل المبارك الذي تصفد فيه مرادة الشياطين، فيمكن أن يجد فيه الإنسان حرية، وبالأخص أن كثير من الجبهات المفتوحة عليه الآن مصدى منها جبهة الشيطان التي صفد فيها المرادة، ومنها جبهة النفس الأمارة بالسوء التي يعان الناس عليها بالصيام والانقطاع عن الملذات والشهوات، وكذلك جبهة إخوان السوء والقرناء الذين هم أعداء يوم القيامة، فهم الآن منصرفون على الإنسان في وقت صومه، وكذلك جبهة المفاتن الدنيا وشهواتها، فهو مأمور بعدم النظر إليها، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، وهكذا جبهة النعم. فهذه الجبهات الخمس هو معان عليها في شهر رمضان، فيسهل عليه العلاج. ولا شك أن إقناعه بالتعاطي أولا مهم، تعاطي فالمريض ماذا؟ تعاطي معك للعلاج، تواصل. نعم، فالمريض الذي لا يتعاطى مع الطبيب لا يمكن علاجه، ولذلك يقول الطبيب أوفى رحمة الله عليه في العمدة في الطب، نظم العمدة في الطب، يقول ولا تعالج غير ذي انقياد، الذي لا يستجيب لك، الذي لا ينقاد للعلاج لا تعالج، لأن لن يقبل فيأخذ جرعة يتركها فيكون لديه مناعة أصلا من العلاج لأنه قطعه. فلذلك لا بد أن يجعل هذا البرنامج برنامجا ثابتا، وأن يكون مقنعا، وأن يكون هو مشاركا في علاج نفسه، حتى لا يغالطك في يقول إنه اقتنع وهو لم يقتنع، لأن هذا هو الذي أتنا منه أصلا، فلا بد أن يكون هو المدخل، هو المدخل، وهو الذي يخبر عن قناعته وعن باطنه. ويمكن استعمال علم النفس التربوي ونحوه وتقنياته نعم في مثل هذا النوع، لأن فيها روائز يمكن أن يوصل بها إلى. طيب شيخ تفضل، معلش قطعتكم. لا، فقط أيضا أساليب الدعاة مؤثرة، وإجلاسه معهم إذا جلس مع بعض الدعاة ورأى بساطتهم وعبادتهم وسمع كلماتهم وتأثيرها، فهذه كثيرا ما تؤثر تأثيرا بالغا، ويسلم بسببها أقوام، حتى من الفلاسفة الكبار أسلموا بسبب كلمات بسيطة من بعض. صادقة. صادقة، نعم.
جميل. طيب شيخنا، إذا أنتم ترون الآن أن هذا التأطير الإيماني هو من أهم القضايا التي ينبغي أن يتعامل معها أو بها مع قضية الإلحاد، سواء وقاية قبل أن يقع الإنسان في هذا الوسواس أو علاجا إذا ابتلي بشيء منه، وأنه ليس من الصواب أن يقتصر الإنسان فقط على هذا العلاج العقلي والجدلي والمناقشات والحوارات ظانا أن الجانب الإيماني لا تأثير له، أن هذا بما أنه ملحد أو كذا لا يمكن أن يكون لهذا تأثير. نعم، هذا لا بد منه، لأنه هذا العلاج النبوي. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتاه عتبة بن ربيعة يجادله قال يا عم اسمع مني، فقرأ عليه سورة فصلت فتأثر تأثرا بليغا وخاف خوفا شديدا، لم يجادله ولم يبدأ معه لأنه لم يأتي أصلا بهذه النية ولن يقبلها. طيب شيخ، نحن تطبيقا لهذا بقي لنا 3 دقائق تقريبا وقد يمدونها لنا إلى 4، لو ختمنا بدعاء طيب ندعو فيه بثبات الدين وندعو فيه لإخواننا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد على نعمة الإيمان، اللهم ثبتنا على الإيمان حتى نلقاك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تهدينا وأن تهدي على أيدينا وأن تيسر الهدى لنا. اللهم إنا نسألك أن تهدي شباب المسلمين وأن توفقهم لما يرضيك. اللهم اهدهم وسددهم، اللهم اهدهم وسددهم، اللهم أزل عنهم وساوس الشيطان وشبهاته وامنعهم من قرناء السوء يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وفرج همومهم ونفس كروبهم واحقن دماءهم. اللهم أجرهم أجمعين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أصلح ظواهرنا وبواطننا، واجعل سرائرنا خيرا من علانياتنا، واجعل علانياتنا صالحة. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض. اللهم إن الأمور مرجعها إليك، فلا تفضحنا بين يديك. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وخزي يوم القيامة وذل المعصية. اللهم إنا نعوذ بك أن ننقلب على أعقابنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولجميع المشاهدين والمشاهدات والسامعين والسامعات. اللهم اهدنا وإياهم أجمعين لما يرضيك. اللهم وفقنا وإياهم لخدمة دينك وإعلاء كلمتك. اللهم ثبتنا وإياهم على الإيمان بك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا وقلوبهم بنور الإيمان بك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، واختم بالحسنات آجالنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كرمكم الله شيخنا ورضي عنكم، نلقاكم على خير إن شاء الله. يا أخوة الأخوات، شكرا لمتابعتكم، نلتقي معكم على خير بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. معالم ترشد الساري وتجلو شك محتاري وتصدع ظلمة للجهل كم عصفت بأفكاري وتنبت في قلوب الناس خشية ربها الباري لها في كل منعطف هدى يزهو بأنواري معالم ترسم الدربة وتثري العقل والقلب يفوح عبيرها عطرا وتملأ أفقنا ذكرا معالم ترسم الدربة وتثري العقل والقلب يفوح عبيرها